السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة زي ما انتوا شايفين كده معانا ميني بيتزا بطعم حلو قوي، والولاد بيحبوه، بينفع للصبح للمدرسة، بينفع فطار للعشاء، بيبقى حلو قوي، وكمان عجينة مغذية تنفع لولادنا. شايفين شكلها ما شاء الله والتسوية بتاعتها. حلوة كده للصبح، تتحط للولاد في اللانش بوكس يفطروا منها، بتبقى جميلة. وصفة سهلة وخفيفة وحاجات موجودة في كل. يلا تعالوا نروح نشوف المقادير وان شاء الله تعجبكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتفعيل الجرس. يلا على المقادير. ودي المقادير اللي معايا علشان نعمل ميني البيتزا. معايا كيلو ونص دقيق، انا هستخدم هنا في الوصفة كيلو ونص دقيق، ربع كوباية زيت. هنا معايا كيلو الا ربع لبن، وانا حاطة كده عليه معلقة خل كبيرة، حطها على جنب. طبعا انتوا عارفين الخل حلو قوي للمعجنات، شايفين عمل ازاي. وهنا مستخدمة، هستخدم برضو كوباية مية دافية لو احتجتها. هستخدم كيس خميرة وكيس بيكنج باودر، بيضاية بدرجة حرارة الغرفة، وربع كوباية زيت. دي بقى المنكهات بتاعة البيتزا، بتاعت العجينة، بتخليها طعمها حلو قوي. هنا انا مستخدمة معلقة كبيرة زعتر، معلقة السكر، نص معلقة توم باودر وبصل باودر، ومعلقة صغيرة ملح. دي العطور كده والمنكهات اللي هتخلي معانا البيتزا طعمها حلو. هننزل الاول بالمواد الجافه كلها على الدقيق والبيكنج باودر. والخميره هنقلب بقى كله كده مع بعضه. انا نزلت بالمواد الجافه كلها خلاص على الدقيق وقلبتها كده في بعضها، شايفين اختفت خلاص كلها. قلبت الزعتر والملح والسكر والبيكنج باودر والخميرة. هنزل بقى دلوقتي معايا بمقدار اللبن اللي انا حطيت عليه معلقة خميرة. هنزل بالزيت بربع كوباية الزيت. هننزل بالبيضايه. طبعا احنا بنعمل حاجه لاولادنا قيمه غذائيه كويسه كده علشان ان هم رايحين المدرسه لفطار لعشاء، بتبقى حلوه قوي، فعايزين نعمل حاجه تكون قيمتها الغذائيه عاليه، اللبن والبيض والحاجات دي كلها. هعجن بقى كل المكونات دي كده على بعض لحد ما تبقى معايا عجينه لينه. مش هضيف دلوقتي المية لما هشوف هنحتاج سوائل ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص لميت العجينة على بعض، شايفين شكلها عامل ازاي، طرية خالص اهي وجميلة ما شاء الله. هسيبها بقى خالص لحد ما تخمر. انا كده احتجت معايا ان انا حطيت كوباية المية اللي انا كنت ضايفاها، كوباية المية الدافية انا حطيتها. طبعا انا سبتها كده للاخر، ما حطيتهاش علشان انواع الدقيق مش زي بعضها، يعني خلي كده المية على جنب، احتاجتي هنحط، ما احتاجناش خلاص عشان العجينة ما تبصش مننا. انا خلاص زي ما انتوا شايفين كده انا خلصتها، هغطيها بقى بفوطة كده نضيفة عندي بتاعت المطبخ. وهرجع لكم ان شاء الله هجهز بقى الحاجة بتاعت البيتزا تكون خمرت معي. We'll be right back.
زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، انا العجينة خمرت معايا وقطعتها على تلاتة وتلات كور زي ما انتوا شايفين كده. هفرد بقى واحدة واحدة، والباقيين برضو بكيس كده او بفوطة هغطيهم علشان وشهم ما يتشققش. زي ما انتوا شايفين كده انا فردت العجينة هنا معايا على الرخامة بأي قطاع بقى عندكم، بكوباية بطبق بأي حاجة كده، وتقطعوها. طبعا انا جهزت عندي صاج ودهنته زيت، اقطع كده عشان كله يبقى ايه قد بعضه. خلاص انا قطعته كده كله قد بعضه، شايفين سمكه قد ايه اللي احنا عايزينه، مش عايزين يكون سميك قوي عندنا علشان لسه هيخمر تاني. ده كده السمك بتاعه اللي مطلوب، وهكون دهنة صينية فيها زيت، وهحط كده العجين. هعمل بقى كل الكمية اللي عندي بنفس الشكل وارجع لكم تاني. انا اول كورة خلاص معايا خلصتها وحطيتها في الصاج زي ما انتوا شايفين كده. بعمل في تاني كورة برضو هعملها بنفس الطريقة. عملت كده خلاص البيتزا كده عندي زي ما انتوا شايفين العجينة. انا بقى هعملها كده بالشوكة، انا بحب ادخلها الاول في الفرن كده تحت الشواية تتشمع، وبعد كده بحط عليها الصوص بتاع البيتزا والحاجة بتاعتها. ما بحبش كده احط الحاجة على طول، لا ادخلها الاول تتشمع تحت الشواية. بعملها بالشوكة بالمنظر ده كده كله كده، وادخلها في الفرن تاخد تشميعة، وبعد كده اطلعها احط الحاجة بتاعتها كلها عليها. لكن لو حطيناها كده على طول انا بحس ان هي بتبقى عاملة زي العجين، الوش بتاعها بيبقى عامل زي العجين. لا انا بالعكس بدخلها الفرن الاول تتشمع والوش بتاعها يتشمع كده، وبعد كده احط الصوص عليها. اطلعها من الفرن وارجع لكم تاني ان شاء الله. انا خلاص طلعتها من الفرن زي ما انتوا شايفين كده، يا دوب بس اتشمعت معايا يعني، ولا خدت لون ولا اي حاجة، شايفين. عايزة اقول لكم في المرحلة دي ممكن تخلوها لما تبرد خالص وتحطوها في كياس وتحطوها في الفريزر، لما تحبوا تعملوا بيتزا تطلعوها وتحطوا عليها الصوص بتاعها والحاجات بتاعتها، شايفين. يا دوب بس كده اتشمعت ولا خدت لون ولا اي حاجة، عشان ما نحسش ان احنا بناكل عجين، شايفين. تعالوا بقى الحاجات اللي انا مجهزاها كده عندي. طبعا انتوا صوص البيتزا انا عملته معاكم قبل كده في فيديو، هو عبارة عن بصلاية صغيرة بنشوحها في معلقتين زيت، بنحط عليها فصين ثوم، واول ما يدبلوا بننزل عليهم بالطماطم، واول ما الطماطم بتبدأ تتسبك معايا بنزل عليها بتوم باودر وبصل باودر وسكر وشوية ملح وفلفل، وطبعا معلقة زعتر، بيبقى عندي احلى صوص للبيتزا. وهنا بقى عندي جبنة موتزاريلا، وهنا سوسيس وزيتون وفلفل وجبنة رومي، دي كانت حاجات كده بواقي عندي في التلاجة هستخدمها، فلفل وجبنة رومي وكم قطعة بسطرمة ولانشون، دي الحاجات اللي انا هستخدمها للبيتزا. اول بقى حاجة انا هعملها هحط الصوص كده على الوش. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت خلاص الصوص بتاع البيتزا عليها، دول نسيت اعملهم. طبعا الحشوات اللي انتوا عايزين تحطوها عليها دي اختياري، اي طعم انتوا عايزين تحطوه. انا بقى هحط هنا كده فلفل مثلا، شوية فلفل في كل واحدة،
عندكم فلفل برضو الوان يبقى حلو، بس انا ما كانش متوفر عندي غير فلفل اخضر. نحط زيتون، نحطتين زيتون، شايفين شكلها كده. في اللي انا حطيت عليها سوسيس وبسطرمه وفي لانشون، هحط بقى الجبنه الرومي كده عليها، وبعد كده هنحط ايه الموزاريلا. مش عايزين حاجه تنزل تحت كده عشان ايه ما تتحرقش معانا. واهم حاجه نكون مطلعين الموتزاريلا من التلاجة، ما تبقى ساقعه معانا عشان تدينا المطه الحلوه. تمام، هعمل بقى كده كله بنفس الشكل زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. شكلها خلاص انا خلصتها. انا بحب بقى احط كده على الوش من فوق شوية زعتر، مش هحط على كله يعني، على كام واحدة كده، بتدي برضو طعم حلو قوي للحاجات اللي فوق كده. وطبعا الفرن عندي سخن، هدخل بقى البيتزا كده، وما تطلع ان شاء الله هوريكم النتيجة في الاخر. وده بعد ما البيتزا كده خلاص استوت معانا وطلعت من الفرن، شايفين شكلها عامل ازاي ما شاء الله. شايفين حلو قوي، تنفع كده للولاد الصبح في المدرسة، تنفع فطار عشاء، حلوة والولاد بيحبوها ومغذية طبعا، لان احنا حاطين فيها مكونات كلها مغذية، لبن وبيض. بصوا التسوية بتاعتها عشان طبعا سخنة، وزي ما قلتلكوا ممكن ندخلها كده الفرن تتشمع معانا ونطلعها ونحطها تبرد، نحطها في اكياس في الفريزر، ولما نعوز نعمل بيتزا بنطلعها نشكلها ونحط عليها الحاجات اللي احنا عايزينها. شايفين هيك واحدة تانية من تحت عشان سخنة، التسوية بتاعتها جميلة والحشوة بصوا ما بتقعش من عليها. شايفين يعني انا مسكت اهو الحشوة ما بتقعش. يا رب تكون وصفة سهلة وخفيفة عليكم وتعجبكم بإذن الله وتعجب الولاد، وجربوها وان شاء الله تعجبكم. هستنى ارائكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لي اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.